وشنو هذا رانيا؟ هذه تلي تلي بالحليب. تلي تلي بالحليب؟ ونهاكل تلي تلي بالحليب؟ نه لوجبة الغداء؟ هاي لتهب البنين. أنا كليت زوج طباسة. أكلت إيه؟ زوج طباسة. اتنين طباسة؟ ودي وجبة الغداء بتاعتي من غير ما تعصبي ولا أي حاجة من أنت بتعمليها دي. يعني دي وجبة الغداء اللي أنا هاكلها صح؟ أيوة. أنا كده كده هاكل. يعني أنا كده كده يعني. عشان ما كانش أكل غيرها أصلاً، ما طيبتش. درت قدرات اللي تلي بالحليب. وهذا مكان، هذا هو الأكلة تاعنا. هو ده اللي ايوه هذا مكان. طب والرحمة وربي ذوق يعني؟ كل مش يذوق. كل مش يذوق. كاين فرق بين ذوق وبين كل. كل يعني تكمل الطبسي تاعك للاخر. ذوق معناها الذوق، تتذوق فقط. انت تاكل مش الذوق. كل يعني. انا هاكل. بنينة وكيلك ربي، وكيلك ربي، ها وكيلك ربي يا الحجارة يا الستوتة. أنا الحجارة يا حجارة يا الستوتة. تفكر لي يا ربي شنو هذا رانيا؟ شنو هذا حنونتي؟ تفكر لي يا ربي أنا حجارة. أنت حجارة. أنا ستوتة. أنت ستوتة. خلايا يا خلايا، أنا حجارة وستوتة. أنت حجارة وستوتة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة حنونتي. هذه العشرة اللي بيناتنا والطيبة. إذا رانيا ده تلي تلي بالحليب. تلي ده حبيبة قلبي. لسان عصفور يا جمال، لسان عصفور هاي. بس طعمها ماسخ. كيفاش ماسخ؟ ما يعني طعمها مش مسكر يعني. ما نديروهاش بالسكر، نديروها بالملح. بالملح؟ بالملح. ما فيش أي حاجة جوا نتغذى بها غير الكليكلي دي. يعني ما تاكلش تلي تلي تقعد نهار كومبليت يعني، ولا راح تجيب ماكلة من برا؟ أجيب ماكلة من برا؟ ماشي، أنا راح أجيب برجر من برا النهار. وانت كل اللي فيك. وعلى بالك لو كان تاكل بلابية من برا اك على بالك وش يصرا. يعني كلها كل بنينة. عجبتك بنينة؟ يرحم باباكي يا حنونتي، يرحم باباكي. كل كل زيت المغرف الثالثة تتعود عليها. المغرف الثالثة حنونتي هو أعلى حاجة فيها مثلا عصفور. حلو جميل. والحليب؟ الحليب غالي جمال. لا الحليب ما عجبنيش. احنا عندنا هنا الحليب ب 23,000 الكيلو الليترة. انا طب ممكن صفولي من الـ من الـ لا لا يتكل بالحليب باش فيتامينات. هذه فيتامينات جمال. احنا هذه نديروها للاطفال كي يعودوا يسننوا ينوضوا في الاسنان. انا كبير، انا كبير، انا مش صغير، انا عندي اسنان والله وزي. عندي سنان، انا كبير. اكلها برضو؟ نديروها الاطفال الصغار. ومين ذاك الكبار ياكلوا منها؟ كي تقعد لوحده مديغوتيا وعيانه ومش قادره تطبخ كيما انا نطيب لك دائما الشحومي والحومي. وما تحمدش ربي. نطيبوا هذه احمد ربي حنونتي، نغليوها في شويه ماء ونحط لها شويه حليب. انا احمد ربي حنونتي، بس يعني طعمها يعني غريب شويه يعني، فاهمه؟ وغدوه عندي لك سكران طايح في الدروج. بلاش سكران ده، انا هاكل دي، انا هاكل دي، دي عجباني دي. غدوان طيب لك سكران. سكران؟ سكران طايح في الدروج. سكران طايح في الفلوج يعني، سكران وقع على السلم. لا بس طعمها يعني رانيا بصراحة يعني طعمها ماسخ شوية. عادي مسوسة يعني؟ هي طعمها والعادي بتاعها كله ماسخ. مش معناتها ماسخ يعني يعني ملهاش طعم. مش عارفة اقول لك ايه يعني، هي بين الفامة، بين الحلو وبين الوحش، فاهمة؟ بين الاتنين. ندلك شوية ملح؟ لا بلاش ملح. فلفل اسود؟ ماشي فلفل اسود على اللبن. لا لا كلها كده احسن. كلها هم يتحط عليها فلفل كحل ويتحط عليها ملح. تعالي بس عشان المصريين تعرف الوجبه الجزائريه دي، دي كلها فيتامين. اللي مش هيجرب الكليكلي دي خسران اكيد. تعال اوريكم الكليكلي بتاعتنا دي. الكليكلي الجزائريه عباره عن شويه كليكلي لبن. مش نكليكي. كليكلي 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 شويه لبن. صح. معها شوية لسان عصفور. احنا هنا لازم تجرب، لازم تجرب اللسان العصفور مع اللبن، لازم تجرب. راح تخليني نبدأ نقول أكلتكم الجميلة. خلاص بس الحلوة اللذيذة. تعالي بس نعرفهم نبدأ. لا خلاص هنا التليتلي. التليتلي دي عبارة عن شوية لبن مع لسان عصفور، ملح، رشة ملح، فلفل أسود، فلفل أسود
وانا حطيت لها واحده جامبو بس كان حبها بالجامبو. وكل واحمد ربك على طول، كل واحمد ربك على طول، اهم شيء تاكل وتحمد ربك زي ما انا باكل كده دلوقتي الحمد لله. دول لايك على هذا الفيديو حبايبي. اشنا احنا بدنا نعرف منين جبت كلمه حنانين يا ابي. دي تاليفي بقى، تاليفي دي. خلاص البنات ما تنسوش تديروا جام وتخلوا كومنتير بشكو حابين نجرب. طلعت طعمها حلو ورانيه. ايه قلت لك تاكل مع ما تعود عليها، تاكل مغرف ثالثه تكمل الطبسي. ايه ما زال عندك قدره لداخل تكملها. لا انا هكمل الطبق ده. انا درت للغدا وللعشاء. غدا وعشاء ما ينفعش غدا بس؟ لا طب انا اكلك بالفول وطعميه، فول وطعميه مصري يعني. المهم البنات ديروا جام وخلوا كومنتير بوشاكو حابين نجرب، وما تنساوش تروحوا انستغرام، وما تنساوش تروحوا يوتيوب. باي باي باي.